مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي تضرر أحد المنازل جراء سقوط شظايا الصاروخ البالستي الذي أطلق باتجاه العاصمة الرياض من قبل ميليشيا الحوثي من داخل اليمن قبل أن يتم اعتراضه وتدميره، ولفت إلى أن تناثر شظايا الصاروخ على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بالرياض لم ينتج عنه وقوع إصابات بشرية أو وفيات ولله الحمد سوى بعض الأضرار المادية في هذا المنزل، موضحا أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.